أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، قوم أنا كسر مالي الجدار مذنون. الصمت وارمي كل سنين القتل القهر الظلم السل الخوف سرقوا بلادك قوم شوف قصة مكشوفة والمجرم معروف لا تكمل عمرك مظلوم فريت جناحاتك عالكون قوم سوريا صارت مزرعة الحاكم ولد بدنا نعمر سوريا بلد واحد للكل بدنا سوا نبنيها كرامة وحرية وعزم إلنا حق لو تنشق الدنيا شق ما رح نرجع فجر الحرية عم يطلع صرخ خلي الدنيا تسمع لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك نحنا هزينا الأرض بصوت الكل يكفي زل هزينا الأرض بصوت الكل يكفي زل لا للموت ولا للزل لا للموت ولا للزل ارحل الشبيح الأول. رجعنا لكم مباشرة على الهواء واللي بعده ما وصل على بيته وما بده يروح عليه هالشبيحة الحلوين في سمعنا على أي إذاعة سورية هلأ على الموجتين مؤامرة 88.3 FM والموجة الثانية خلصت 95.4 FM في أشياء كتيرة بتفرق الناس عن بعضها بس أكيد أكيد الكل بيتوحدوا على حب الوطن وبيشو وما بدنا ننسى الرحب بلجنة التحكيم يلي كانت معنا من بداية الأحداث معنا الشبيح الأول بيشو بشبيش حلو برنامج تبرتان والشبيح الثاني الموهوب عاصف شوكي شبيح عزيمته ما هانت من بداية الأحداث طلع على القنوات المغرضة وكذب كتير كتير قصدي كذب المؤامرة كتير كتير اشتغل على نفسه وطور اسلوب فريد بالتشبيح وصل معنا للمرحلة النهائية معنا من فرع أمن المقاومة والممانعة طالب إبراهيم هذه مؤامرة يشترك فيها الكون على وطني سوريا أتمنى أنكم تصوتوا لي وسوريا بخير على شو بدك حرية على شو على شو على شو بعدك بالثورة على شو على شو على جهلة على كذبة على قتلة على عنفة أو يمكن على كترة كذبة على شو على شو ما كنت تمشي بالشارع ساعة 3 بالليل كان في حدا يحكي معك أو يفتشك يا طير ما كنت تمشي بالشارع ساعة 3 بالليل كان في حدا يحكي معك أو يفتشك يا طير بيشو هو الضمانة والقدر المحتوم لا لا تفكر حدا تاني ممكن مثله يدوم هذا بيشو باشا بيشو هذا بيشو باشا بيشو لك الله يحرق حريشو يحرق حريشو شو انه مهضوم شكرا شكرا من اجمل اصوات شبيحة سوريا معنا هلأ فنانة شبحت كتير ومعروفة كتير شبيحة مرة لا هانت ولا لانت أبداً وحصلت على أكبر نسبة تصويت منكم وصلت معنا للمرحلة النهائية معنا من فرع نقابة الفنانين الفنانة العظيمة جولاي بارون
لوصلت لهون. عن جد بتمنى من كل قلبي تصوتوا لي. بحبكم بحبكم كتير كتير. يا ويلو بس اسمع مني عنك طمني. انا منيح كتير وصحتي زايده. شبيح عرفتوه منيح، هو صوت الحق، صوت الايمان والطهر. شبح القائد من بدايه الاحداث. معنا هلا من فرع وزاره الاوقاف الشبيح فرفور بسيوني باطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتوا لي يا إخوة، صوتوا لصوت الإيمان، ولأنه الغناء حرام أنا رح ألقي قصيدة شعرية. أنا شبيح مثل الريح، بخلي الدنيا لبيشة تصيح. حب القائد والأوطان فرض علينا بالإيمان. كفرة كفرة مندسين، جهلة خونة كذابين، حب القائد والأوطان. آسف ما فيني كمل. عن جد كانت فقرة كتير مؤثرة. وهلأ وصلنا لنتيجة التصويت، يلي فاز معنا لهالليلة بنسبة 99% فاصلة 99 هو بيشو بشبيش. شكرا شكرا، احب برنامج سوبر ستار سبيحة يعني كتير. انا لا اعرف لماذا دائما افوز بنسبة 99% فاصلة 99%. يا سبيح ايش بك؟ يلا اهتفولي شوي. الله سوريا بشبوش وبس، الله سوريا بشبوش وبس، الله سوريا بشبوش وبس.